النهاردة عندنا فيلا مستقلة، هم عبارة عن 5 فلل جنب بعض، كل فيلا مستقلة ليها المدخل الخاص بيها، عبارة عن طابقين. طبعا مساحات الارض بتختلف، اللي احنا عليها دي حوالي 400 متر، مساحة الفيلا 220 متر. ليها طبعا كل فيلا ليها مسبح خاص، حديقة خاصة بيها. عندي ده مدخل السيارات اوتوماتيك، وعندي مدخل تاني اللي هو المدخل التاني العادي. دي الحديقة زي ما انتم شايفين، لسه في الحديقة بتاعتها من الجنب، ومن الجنب الناحية التانية، ومن الخلف. تصميم جدا راقي، برضه هنشوفها من الداخل. زي ما انتم شايفين برضه لحد هناك الحديقة موجودة. خلينا نصورها من الداخل. بصوا الحديقة، الحديقة مساحتها كبيرة. عندي ده المدخل، ده هنا ده المدخل، ده مقفول ازاز، محطوط دولاب هنا في المدخل. بعد كده بنخش على الفيلا. انا عندي في الطابق ده هو صالة ومطبخ وغرفة وحمام. خلينا نبدأ الاول الصالة. الصالة مساحتها كويسة. انا التصاميم سواء او فيلل او شقق بتكون مستخدمين الازاز اكتر من الحوائط والكلام ده، احسن بكتير، يدخل لي اضاءة جدا ممتازة، زائد بيعمل منظر حلو. يعني بالليل مثلا الفيلا تبقى منورة، المسبح يبقى منور، يعمل اضاءة جدا ممتازة. طبعا من هنا اقدر اخرج بره على الحديقه. التدفئه بتاعتها تدفئه ارضيه، سيراميك باركيه. ده التدفئه الخشبيه. وصلات التكييف موجوده جاهزه. بيجي عندنا المطبخ. تصميم يعني في بتبقى حاجات عادية تجارية، وفي فعلا والله حاجات بتبقى جدا الناس تعبانة وصرفة عليها جامد. يعني الدواليب، المطابق، انا دخلت اماكن كتير ما يعني محدش بيهتم بالتفاصيل زي كده. يعني عندي جزء دوت، الجزء ده برضه ممكن نقفله ازاز كله. عندي التدفئة واصلة لحد المكان اللي انا واقف فيه دوت. نيجي من هنا، دي من الخلف الحديقة، كل ده كده حد هناك. تصميم جدا جدا ممتاز. نيجي بعد كده عندي هنا ده حمام كامل مع الشاور. دي غرفة برضو منها بقدر اخرج للحديقة بره. هنطلع دلوقتي الطابق اللي فوق. الشبابيك الازاز دي جدا، التصميم ده بيعجبني جدا الصراحة. عندي في الطابق دوت في 3 غرف، 2 حمام منهم غرفة ماستر، وعندي مكان لغسالة الملابس. حتى الدولاب موجود جاهز، بس نركب الغسالة والنشافة. فيها بلكونة حبينا برضو نستخدمها، نقفلها ازاز نستخدمها. دي الغرفة الماستر. كل المساحة ديت للسرير بس، حتى الديكور بتاع مكان السرير. عندنا دولاب للملابس. (تصفيق)
والحمام اللي خاص بالغرفة الماستر. حتى الحمام بص الشباك قد ايه. طبعا كمان عندي بلكونة جانبية. بصوا من هنا ممكن نشوف مثلا الفيلا اللي جنبينا دي برضو معروضة للبيع. بصوا مكان الحديقة دي، الحديقة بتاعتها اكبر، شكلها عامل ازاي. عندنا هنا غرفة رقم 3 برضو فيها بلكونة، والغرفة رقم 4، وعندي الحمام يخدم الغرفتين اللي احنا شفناهم دلوقتي.